هكذا وبهذه السهولة حطم صلاح اسم رونالدو. مفاجأة، مدير يوفنتوس يكشف تفاصيل فشل ضم محمد صلاح من بازل في 2013. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. هكذا وبهذه السهولة حطم صلاح اسم رونالدو. هذا عالم محمد صلاح ونحن نعيش فيه. هكذا غردت الصفحة العربية لنادي ليفربول على تويتر قبل انتهاء المواقعة التاريخية بينه وبين غريمه التاريخي مانشستر يونايتد، والتي فاز فيها ليفربول بخمسة أهداف دون مقابل في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا الوصف نال تأييد العديد من المغردين وخبراء الكرة الذين أكدوا أن النجم المصري محمد صلاح حطم اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد. وقدم صلاح واحدة من أهم المباريات في مسيرته الأوروبية بشكل عام والدوري الإنجليزي بشكل خاص، بعدما سجل ثلاثية تاريخية أمام أنظار الجماهير في ملعب أولد ترافورد. اللاعب الدولي المصري أصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده للهدف رقم 107 متفوقا على الإفواري ديدير دروغبا 104 المهاجم السابق لتشيلسي، في حين أن عدد المباريات التي لعبها صلاح أقل من دروغبا في الدوري الإنجليزي. وأصبح صلاح أول لاعب يسجل ثلاثية على ملعب أولد ترافورد منذ أكثر من 18 عاماً عندما أحرز البرازيلي رونالدو ثلاثية لريال مدريد في مرمى مانشستر في دوري الأبطال. وبات محمد صلاح أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي ليفربول، كما بات أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية على أرض مانشستر يونايتد في جميع المسابقات. هذه الأرقام تتضح قيمتها حينما نعلم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب في مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 بينما لم يكن صلاح قد بدأ مسيرته الاحترافية. صلاح واجه رونالدو 4 مرات من قبل، فاز رونالدو فيها جميعا قبل أن يتفوق صلاح في أولد ترافورد مساء الأحد. وبثلاثية اليوم رفع صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 10 أهداف تصدر بها قائمة هدافي الموسم حتى الآن، متقدما على جيمي فردي مهاجم ليستر سيتي. رونالدو صلاح حاليا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أشاد ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول بزميله النجم محمد صلاح بعد أداء مذل الأخير في الموسم الجاري. وتألق صلاح فوق العادة وسجل 12 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة 11 مباراة منذ انطلاق الموسم، ليلقى ثناء كبيرا من مدربه يورجن كلوب الذي صرح بأنه لا يوجد لاعب أفضل من النجم المصري. وقال في حواره لموقع ليفربول، علق أرنولد على أداء صلاح بالقول: ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هذا المستوى، يفعل أشياء رائعة في الملعب. وواصل: صلاح مخلص جدا في عمله، علاقتي به طيبة داخل وخارج الملعب. وأتم: أتمنى لنا كفريق أن يواصل صلاح بهذا المستوى حتى نهاية الموسم. كلوب علي: محمد صلاح لن يستمر معنا ورحيله مؤكد. وصلت الصحافة الإنجليزية الحديث عن مستقبل النجم المصري محمد ليفربول مع فريق ليفربول، خاصة مع اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الريدز في صيف عام 2023، واهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة. ووفقا لصحيفة التايمز الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول تعلم جيدا أن عليها جعل النجم المصري محمد صلاح الأعلى أجرا في الفريق بالنظر إلى المستويات القوية التي يقدمها اللاعب، إلا أن المفاوضات بين الطرفين ما زالت في طريق مسدود. أضافت الصحيفة أن وكيل أعمال النجم المصري يرغب في أن يحصل النجم المصري على أكثر من 400 ألف استرليني أسبوعيا. وكان محمد صلاح قد تحدث في تصريحات لشبكة سكاي سبورت تعليقا على تمديد عقده مع ليفربول: الأمر يعتمد على ما تريد إدارة النادي وليس علي، في الوقت الحالي لا أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل. وتابع محمد صلاح قائلا: لا أتخيل نفسي ألعب ضد ليفربول، ومن شأن ذلك الأمر أن يجعلني حزينا، إنه أمر صعب لا أريد أن أتحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا حقا. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد ثنائية أتلتيكو مدريد بس بعين وما رحمش بقلبه. تحولت صفحة فريق ليفربول على تويتر إلى حائط للاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح بعد استمرار تألقه في دوري أبطال أوروبا وتسجيله ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد،
واحتفل نادي ليفربول بهدفي صلاح في شباك بطل إسبانيا بصور له خلال تسجيل الأهداف على تويتر، وعلق قائلاً: محمد صلاح بصبعين وما رحمش بقلبه. النتيجة النهائية معروفة، الريدز ينتصر. ومنذ قليل غير الحساب الرسمي لفريق ليفربول على تويتر صورة إطار الصفحة لصورة الفرعون المصري محمد صلاح، احتفاءً بأرقامه القياسية التي يحققها في صفوف الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسة الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا. السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح، أتمنى انتقاله للريال الذي أشجعه. أثنى سفير إسبانيا رامون خيل كاسارس على نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح متمنياً أن يحترف في نادي ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أن أكبر الصحف الإسبانية تتحدث كثيراً عن اقتراب تلك الصفقة. أضاف في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في افتتاح معرض صور ضمن أنشطة أسبوع إبير وأمريكا بمكتبة الإسكندرية أن اسم صلاح تصدر عناويني صحيفتي ماركا وأس الإسبانية على مدار اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن ريال مدريد يعتزم الحصول على خدمات محمد صلاح وأن النجم المصري يفكر في الانتقال. وتابع: أتمنى من كل قلبي أن ينتقل محمد صلاح لنادي ريال مدريد الذي أشجعه بشكل شخصي، لافتاً إلى أن النجم المصري يحظى بشعبية واحترام كبير في إسبانيا. يشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح تمكن من حسم نتيجة مواجهة فريق الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد في بطولة أبطال أوروبا بنتيجة 3-2، أحرز منها صلاح هدفين في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وعلق ليفربول على هدف صلاح في مقطع فيديو يمكن مشاهدته من جميع الزوايا قائلاً: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو موقف كريستيانو رونالدو من تألق محمد صلاح؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. قبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.